المتابعين كم يبون نزود نزود. نعم تترقب. انتهت الحكاية والجزء الثاني بعد شوي. مو متأكد من السعر لأنه صدمة. 500. هذا الطير اللي عليه المنافسة وأغلب الحضور يبيه. طير حفر الباطن. ويعتبر من الطيور النادرة في هذا الموسم. هذا الطير الطول 16 والعرض 16، ما شاء الله تبارك الله. أبو عبد الله غير الجلسة، واضح أن الوضع فيه منافسة قوية. 150 ألف، 150 ألف. صالح إلى الآن مهدي الأمور. صالح المطيري يقول 150 مهي بشي. وهنا مشاورات 211. الله، 300 ألف ريال، وأول سومة من صالح مطيري من حفر باطن 300 ألف ريال. 311. 400. الله 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 يا أبو عبد الله. 400 ثاني سومة. 400 شكل السوم بيقف على 400. شيهانة حفر باطن، أهل حفر باطن مصرين على إرجاعها إلى حفر باطن. هذه الشيهانة وهذه معلوماتها. ظهرت حفر الباطن. العالم تترقب. 420 يا صالح. وين 420؟ 500. نصف مليون ريال سعودي عند صالح مطيري من حفر الباطن. الله الله على الحماس. 500. حتى المحرج ابو سلطان مو متاكد من السعر لانه صدمه. وفي زياده 510 ألف. الله يا صالح. صالح بكل ثقه يضحك. ابو عبد الله بيروح عليك الطير. كم يبون تزيد؟ كم يبون؟ أنا أقول هد الوضع. كم يبون؟ لا تستعجل. 500. هم قالوا 510. 50. 550 ألف ريال سعودي. قل المتابعين كم يبون نزود نزود هنا. الله 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 على هالتصريح. ترجعها. ها؟ ترجعها للحفر. هي مطروحة بالحفر يا أبو ريان. عبد الحكيم خلاوي طبعا من أهمية المزاد حاضر يغطي. 570 ألف. 570 ألف. 600 ألف ريال سعودي. 600 ألف ريال. هاي صالح. في منافسين. الميدان يا حميدان. وهذه كلمة صالح دائما، الميدان يا حميدان. 620 ألف عند الرجال اللي جلس هناك. صالح شكله وقف. صالح 50. 650 ألف. لا 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 الوضع. لا لا يا صالح، لا يا صالح، هد الأمور هد الأمور. ترقب الزيادة. وصالح مصر وواثق كل الثقة انه راح ياخذ الطير. سبحان الله الطيور ومحبة الناس لها. ها ها شكلها تبي ترسي على صالح. ها اوه ما شاء الله. مبروك مبروك صالح مطيري ابو عبد الله. انتهت الف مبروك معلمكم. انتهت الحكايه والجزء الثاني بعد شوي. عجيب. في جزء ثاني يستاهل ابو عبد الله. طيب نترقب. الف مبروك صالح مطيري ابو عبد الله من حفر باطن. الله يجزاك. مزاد فخم وحامي وحماسي وقوي في المملكه العربيه السعوديه للطيور والصقور في هالبلد المبارك. ترتيب وتنظيم أكثر من رائع. شوفوا كيف التجهيزات، حتى الشاشة ما شاء الله شاشة مميزة وضخمة تعرض فيها بيانات الطير أول ما ينزل واضحة للجميع. ألف شكر لولاة الأمر وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه المباشر لهالهواية الجميلة في عالم الطيور. وهذا الطير اللي بيع ب 650 ألف ريال سعودي، أكثر من نصف مليون ريال. أطوال الطير وهذا أكثر شيء يميزه، اللي هو الطول 16 والعرض 16 والوزن 1122 جرام تقريبا. نقول ألف مبروك للشاري والبايع. الصديق طلال لحياة وعبد الحكيم خليوي طبعا من أهمية المزاد حاضرين للمزاد. أبو سليمان طبعا أنت من الناس المهتمين في الطيور وراعي طير، وأيضا من أميز الناس اللي يصورون الطير يعني بحس عالي. توقعت الطير يصل هالقيمة هذه؟ يستاهل أو يعني نبي تعليقك؟ والله توقعت أنه يصل كذا، هذا توقعي يعني. الطير يعني يستاهل؟ أنا أشهد والله يستاهل. وش أبرز ميزة فيه؟ القياسات والوزن نادرة جدا يعني 16 في 16، ما هو 16 في 15 ونص.
طيب انت حضرت عشان تغطي هالحدث؟ اي نعم. الله الله، وانا متوقع انها يبي اخو صالح ما هو مخلي. يا مرحبا، هلا والله. مهتم خصوصا في الامور المتعلقه في البر والبيئتنا الصحراويه، حضرت تنقل هالحدث هذا لمتابعينك من خلال عدستك المميزه، توقعت يصل هالقيمه ولا كم توقعت حده يعني في القيمه؟ والله شفتني بسنابي نزلت قبل ما يبدا المزاد، اتوقع انه ما ينزل عن 600,000، جاب 650. لو تسالني عن الطير انا ما عندي معلومات عن الطير، لكن دام الطير موجود ومشارك يبي يوصل 600 متوقعها عشان حضور صالح. وانت حضرت ضربت هالمشوار هذا علشان؟ الله عشان متوقع والله إن... والله احنا مالي بالمزاد، ولكن من باب تغطيه اعلاميه فقط لنادي الصقور لانه يستحق النادي والمزاد، والحمد لله قصرنا اعذرونا. ولا انت ما شاء الله لا صورت خلاص اللي عندنا يضيع. الله يعزك ابو سناب 24 ساعه يروح حمد ما شاء الله يبقى. الله يعزك من بعدك تعلمنا من كبر يا حبيبي، طول لي عمرك. الله ما شاء الله. هذا الطير اللي وصل كم؟ هذه اللي وصلت 650. هي 650 هذه صوره على السريع ما شاء الله ونقلها في الجوال. عد من زبط لك شوفوا ما شاء الله ما شاء الله دقه التصوير. هذه العدسه اللي صور فيها ابو سليمان، هذه الكاميرا اللي جايبها معه بعيده ولا كان جايبنا اللي اكبر منه. ما شاء الله يسعدك ابو سليمان. تشوفون هنا الملاك اللي ينقلون الطيور باسمائهم. طبعا بعد المزاد يعني شوفوا جمال التنظيم هنا في المكتب هذا، يتم نقل الطير. هذه الوثيقه اللي تشوفونها، الواحد اول ما يطرح طير يعني انت شخصيا اذا طرحت طير تجي لنادي الصقور وتسجل هالوثيقه انك طرحت الطير بمواصفاته بكامل المعلومات عنه. بعدين اذا دخل المزاد واشتراه احد منك هنا يتم نقل ملكيه الطير. تنظيم اكثر من رائع وحفظ للحقوق والوثائق. وسحاب الحين وين رايحين بالطير؟ للحفر ان شاء الله. معنا بالسياره؟ معنا ما شاء الله. وهذا احنا راجعين الى حفر باطن، من مزاد الصقور الى حفر باطن. هذا الطير اللي ب 650,000، وهذا ابو سحاب هذه ب 65 65 تقريبا 65,000، وكلهن طرح الحفر. نتوكل على الله للحفر. ما شاء الله ما شاء الله. ابو سحاب مصر يقول الطير هذا ابو 650 بنحطه قدام، ويقول ابو بركب جنبه بعد ما نخليه الحالة. ونقول وداعا مزاد نادي الصقور السعودي. صراحه كانت ليله وامسيه جميله جدا، فعاليه ضخمه وحاميه، تنظيم اكثر 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 من رائع. الف شكر قيادتنا الحكيمة، وألف شكر للرجال والجنود اللي فعلا أنشأوا ونظموا هالتنظيم الأكثر من رائع، ونترقب إن شاء الله أن القادم أجمل. ونقول الحمد لله على السلامة. وصلنا حفر باطن، وهذا الربع بالطريق ما شاء الله صاملين على جيبته للحفر. الحمد لله على السلامة أبو عبد الله. ابو عبد الله احنا وصلنا ديرتنا بحفظ الله عز وجل. الحمد لله على السلامة. لكن يعني كنت متوقع انك راح ترجع بالطير؟ والله 90% متأكدين. هذا انت اللي شاريه شخصيا؟ والله شاريه من حراري انا شخصيا. هذا كلام مهم لان بعض الناس يقول لا، في ناس والله شاريه من حر مالي. لكن هذا كل هذا حب للطير؟ السلعة الطيبة كل اللي يدورها. السلعة الطيبة مثل الجوهرة كلنا يدورها. طيب وش الحرص الزايد على هالطير يعني، وش يعتبر هالطير ذا؟ والله يا ابو سند الطير طيب. طيب طيب سبق ان جاء مثل هالطير ذا في السعودية او احد طرح مثل كذا؟ نادر المقاس اذا يجيبوا رزق. طبعا بحكم انه شاهين يعني شاهين 16 في 16 يعني كم لنا سنة ما حد طرح مثل هالمقاس؟ 16 نادر يجيك 16 15 16 15 16 16 16 قليل يعني، نقول مثلا 5 سنوات او اكثر من 10 سنوات يجي نادر، بس كل سنتين تجي طير واحد. 16 في 16 شاهين. اي نعم. لكن هالمبلغ هذا ما حد وصل مثل هالمبلغ. هذا ما في شاهين بعد بالسعر ذا مرة. كم تمتلك طير غير هالطير ذا؟ ما في، انا اليوم تلقى عندي 30 يوم طير، يوم ما تلقى عندي طير، اليوم ما عندنا الطير هذا. الله يبارك لنا وياك ابو عبد الله. خير كثر خيركم وطول اعماركم، ونقول لك تصبح على خير. تصبحون على خير. نومه هنيئه. الله يجزاكم خير. هذا راعي مشاكل؟ هذا راعي، راعي المشاكل هو مشاكل. هذا وش قال هالطير؟ هذا حر. حر ها؟ طبعا هذا مو في المزاد، هذا اصلا هذا اخذناه من المجمع واحنا جايين بالطريق. هذا الطير الثالث معنا. الظهر موترنا صار مربط. ايه. الله يبارك لهم الجميع. ما شاء الله. فيه اصابه، شوف سبحان الله الاظفر طايح ويطلع ابو سعيد يطلع، بس ان بعضهن يطلع ضعيف ويطيح سبحان الله. يعني يبتل يطيح ولا؟ ايه يبتل يطيح، بعضهن لا ينبت سبحان الله. لكنه شيء مهم في الطير وجود المخلب ذا. ايه
مهم لكن ما هو بأهمية الأصابع الثانية. إيه.